المشهد ما رح ينتسى ابدا معي. افتحوا الباب، حبسوني بالغرفة، ما في حدا برا. بترجاكم ساعدوني، افتحوا لي. استنى شوي، المفتاح مو موجود، رح ارجع فورا. أخي أورهان سكر باب غرفة الإكسسوار على واحد من الطلاب، وما كان في مفتاح على الباب. معك مفتاح احتياطي؟ إيه طبعاً معي. يلا روحي على شغلك، أنا بتصرف. إيه تمام. نحن مختلفين عن بعض مثل الليل ونهار، بس شو ما عملت ما رح يمشي الحال. ما بقدر أبعد عنك ولا بقدر أعصب منك، لأني بعرف قلبك كتير منيح، بعرف الطفل الصغير المتهور يلي جواتك. ما بقدر ضل ساكتة. معناها لو سمحتي اقبلي مني هذا الطوق. طيب لمين هدول؟ ما رح يجيني وجع راس ما هيك؟ لا يا عم، هدول لأمي وأبي الله يرحمهم. طيب بنتي، دروك إذا متت شي يوم تفرجي على هالطوق وتذكريني. لا مستحيل، أنا ما بقدر أعيش بدونك. إذا بيصير لك شيء أنا ما بقدر أعيش، رح أقتل حالي. أنا بحبك كتير لدرجة كبيرة.